طب خلينا برضو يعني في الاجواء اللي احنا عايشينها وتكريم فريق السيدات، احنا طبعا عينينا على فريق الباسكت اللي رايح يلعب الباسكت بول افريكا ليج في رواندا في كيجالي، واللي هيلعب ان شاء الله 5 مباريات مش 3 مباريات زي قبل كده، لا غيروا كتير في نظام البطوله. كان لازم يكون معانا كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله رجال، نعرف منه الاستعدادات لما قبل السفر الى رواندا. اهلا بيك يا كابتن احمد. حضرتك اخبارك ايه؟ ويعني عايز اقول لك قلبي معاكم وربنا يوفقكم، مجهود كبير ولكن انتوا قدها وقدود، ومبروك على ماتشات الزمالك. طمنا على الفرقه والاستعدادات للبال ان شاء الله يا كابتن احمد. الله يبارك في حضرتك طبعا، ومبروك لينا ولجمهور النادي الاهلي الصعود لنهائي الدوري. طبعا انت عارف الدوري عندنا بمنتهى العنف، يعني عدد كبير بينافس على البطوله، وطريقه الدوري نفسه بيست اوف 5 بتبقى طريقه مجهده للعيبه. نعم. مع بطوله افريقيا مع الكاس مع دوري المرتبط الدنيا الجدول بيبقى مزدحم طبعا، الله يكون في عون اللعيبه بالذات. ان شاء الله احنا بكره ان شاء الله اجازه، يوم الجمعه عندنا مباراه وديه مع نادي سبورتنج. تمام، هنا ولا هناك يا كابتن؟ هنا في القاهره؟ هنا ان شاء الله. تمام، وباذن الله هنسافر يوم 20 على رواندا. الصفوف مكتمله الحمد لله، اللعيبه كلها جاهزه، اللعيبه كلها عندها اصرار ان هي تروح ان شاء الله تجيب الكاس زي ما نقول باك تو باك. ف يا رب يعني ان شاء الله كده ربنا يبقى معانا وموفقنا ونقدر ان احنا يعني نعمل حاجه تفرح جماهير النادي الاهلي باذن الله. كل التوفيق يا كابتن احمد ان شاء الله، ومتابعينكم في ظهركم وكل دعواتنا وقلوبنا معاكم. معلش بقى احنا لازم نطمن على كابتن امينه كابتن جرحي، لانه الحقيقه عملت العملية، فمعلش لو يعني تعمل لها مفاجأة كده وتخلينا يعني نطمن عليها اكون شاكر ليك جدا. طبعا هديها لك، بس انا في 30 ثانية يا كابتن هيثم انا هقول لك كلام ممكن كابتن زولا واللعيبة ما يقولوش. لا اتفضل يا كابتن. فرقة الهاند بول بنات يعني بما اني انا على طول بتفرج عليهم ومتابعهم وبظهرهم كمشجع، ان الفرقة دي من احسن الفرق اللي في النادي اللي بتقاتل على البطولات، ان الفرقة دي بتحارب سنين ضوئية ان هي تعوض الفروقات اللي بيننا وبين افريقيا. حد زي ما عارف انجولا مصنفه رقم 9 على العالم في البنات، انجولا كبيره قوي في الهاند بول بنات. صحيح. فعلا هم المستوى لو الناس ملاحظه من 3 سنين 4 سنين احنا بقى لنا كتير قوي ما اشتركناش، وان هم قدروا دلوقتي بيكومبيتوا مع انجولا، وان هم ممكن بيختاروا فرق جون وبيزعلوا، وفعلا تبص على فرقه انجولا بتلعب النادي الاهلي من 4 سنين غير دلوقتي خالص. البنات بصراحه كان يمكن حتى هم من الفرق اللي ما لهاش عقود اخر سنتين لسه بادئين النادي يعمل لهم عقود على مستوى الاحتراف، ومعظمهم من ولاد النادي وما كانوش الموضوع ده كان لا يعنيهم. وانا شايف بصراحه ان الفرقه دي ليها تحيه كبيره جدا، ان هم فعلا عمرهم ما بصوا على ماديات، بالعكس بيحاربوا عشان اسم النادي وهم ومدربينهم. وبصراحه فرقه يعني مثال للروح النادي الاهلي، وان شاء الله اللي جاي بتاعهم بقى باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن محمد ترد على كابتن احمد الجرحي تقول له ايه؟ طبعا بشكره على الكلام ده. كابتن محمد عادل معاك يا كابتن جرحي. هو كمشجع فعلا كان تقريبا حاضر معانا كل اللحظات، وطبعا احنا مفتقدين امينه النهارده معانا، لكن ان شاء الله امينه هترجع في اسرع وقت وهترجع احسن من الاول باذن الله وتنور فرقتها يعني. كابتن جرحي بشكرك على كلامك الحلو، والروح دي واسره النادي الاهلي هي دي عائله النادي الاهلي الكبيره.